يمكن اللي حصل أول امبارح حدث جلل لم يحدث في تاريخ الرياضة المصرية، وعشان كده أنا حرصت يبقى فيه مؤتمر، لأن القضية مش قضية مرتضى منصور، قضية رئيس نادي رياضي كبير أو صغير اتعرض لمحاولة قتل لأنه قال رأي مخالف لمجموعة إرهابية. خلينا على انتخابات برلمانية وتجرى محاولة لاختيار رئيس نادي أيا كان اسمه أمام بوابة النادي الساعة 3 الفجر، يعني لا كان في خناقة ولا كان في ماتش، ورئيس النادي كان قاعد علشان حاجتين: منشآت النادي الأعضاء، ومستني مدير العلاقات العامة يقول له إن في لاعب اسمه عبد الله السيسي وصل، كان مستنيه في المطار. أنا راجل قانون، هذه المجموعة الإرهابية التي أقيمت النهاردة دعوة بحظر نشاطها على مستوى الجمهورية لأنها مجموعة إرهابية، مفيش حاجة اسمها ألترس، مستنيين حكم المحكمة. كل ما نستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، هذه العصابة المسلحة استعملت القوة والعنف والتهديد والترويع، تبقى عصابة إرهابية. هذه العصابة المسلحة، وفي بلاغ خلاص اتعمل هيتقدم للنائب العام بعد ساعة بكل القيادات على مستوى الجمهورية، أنا معاك بالقانون ومش هسيبك بالقانون، وهوصلك لحبل المشنقة بالقانون، لأنك مجرم قاتل. مين اللي قتل بتوع بورسعيد؟ ألترس بيت الألترس. مين اللي حرق المشجع بتاع الزمالك؟ ألترس. مين حد يحرق المشجع؟ ألترس. وصلتوا للحرم الإجرام بتموتوا بعضيكم. النادي ده نادينا ويويلوا اللي يعدينا لواحد منطق، ده انت جبان وخايف وهربان. انت قلت عليا ان انا فرقص غرف البيان الاخير اللي البيه كتبه. طب انا جيت النادي امبارح ضرب النار عليك الساعه 3 وانت لابس طرحه وهربان وسايب بيتك يا جبان، يبقى مين اللي فار؟ اللي يعمل عقد وقع عقد السيسير عشان يدعم الفريق، ولا لبس طرحه واستخبى وهربان لبس واحده ست؟ مين اللي جبان؟ ما انا جيت نادي ومارست عمل الطبيعي. انت بتروح بيتك لو راجل احمد بقى يا احمد شكرا ده ولا احمد واسمه اصلا احمد باطل، روح بيتك. ويا سيد مشاكل لو راجل روح بيتك، سايبين بيتكم ليه وهربانين زي الفراخ؟